دجاج بالسماق وبالبصل. عشان نعملها عايزين 2 دجاج كامل أو واحدة حسب عدد أفراد الأسرة، عايزين 5 بصل تقريبا، لو كبار بناخد 3 بس، 3 معالق كبيرة سماق، 2 طماطم مبشورة، 6 فص ثوم شرائح، 2 معلقة كبيرة صغيرة كزبرة ناشفة، 1 معلقة صغيرة قرفة، 1 معلقة صغيرة بهارات، 2 ليمون كامل، نص كوباية زيت زيتون طبعا نص كوباية على اننا عاملين فرختين، لو عاملين فرخة بنبقى اقل، وعايزين تقريبا 2 بطاطس. طيب هناخد دلوقتي البصل اللي عندنا قطعناه شرايح كده زي ما انتم شايفين، وهاخد الليمون زي ما هو هقطعه هو كمان، هقشر بس منه شوية، يعني مش كل الليمون هقشره بس شوية، شايفين يعني هسيب شوية قشر، وهقطع شوية تاني، يعني هشيل شوية واخلي شوية كده، شايفين هقطع بقى الليمون بتاعنا بالشكل ده. طيب هناخد دلوقتي البصل بتاعنا، هنبتدي بقى نعمل الخلطة بتاعتنا، البصل والليمون، الطماطم المبشورة، زيت الزيتون، الثوم المفروم أو الشرايح أسفة، وعندنا بقى هنا القرفة والكزبرة، كل التوابل اللي انتوا بتحبوها بتقدروا تحطوها، قرفة كزبرة ناشفة وشوية بهارات، وعندنا السماق. تمام كده احنا ناقصنا بس الملح والفلفل، عايزين تحطوا فلفل حراق كمان، يا عيني هيبقى تحفة جدا، وادي الملح. اوكي طبعا احنا حاطين شوية ملح زيادة لان البطاطس بتحب الملح وبتمتص الملح جدا. هناخد بقى الخلطة بتاعتنا دي، هاخد الفرخة بتاعتنا، هحط شوية من البصل جوه بطن الفرخة عشان يدينا الطعم جوه كده يبقى حلو. تمام، وهناخد البطاطس نحطها كده هنا وتحت الفراخ. انا هربطها دلوقتي، هربط الرجلين بالخيط وهدخلها الفرن على درجة حرارة عالية جدا لمدة 3 ساعة تقريبا، وبعد 3 ساعة دي هخلي درجة الحرارة 180 وهخليها تكمل ساعة ونص تقريبا في الفرن وهي متغطية. يعني انا بحب، في ناس ما بيغطوهاش بس انا بحب اغطي الفراخ دايما، فهغطيها دلوقتي بفويل، ولو حسيت ان الفويل هيلمس وشها على طول، طبعا عايزين نحط بس شوية ملح وفلفل على الوش كمان.